قلت فالابتزاز او العنف الرقمي راه قد يكون بين مؤسسات، يمكن ان تبدا من شركات الى مؤسسات عموميه الى بين الدول. فطبيعه الحال العنف الرقمي ما خلى حتى شي حد ما او ما مخلي حتى مجال، غير هو طبيعه الحال ما يهم الناس اكثر هو الابتزاز الذي قد يقعون فيه يعني بين الافراد او مثلا بين المؤسسات. فالامور يعني كيخص الانسان نوعا ما يكون عنده واحد الدرايه بها باش ما يوقعش ضحيه، خصوصا اننا لا يخفى عليكم انه احنا يوميا اقول نعالج قضايا الابتزاز الرقمي، و يعني طيلت تقريبا الان 3 سنوات يعني 3 سنوات يوميا، واكثريتهم يعني هم مغاربه، فهذا ان دل على شيء فهو يدل على ان ظاهره الابتزاز الرقمي هي منتشره بشكل كبير جدا في المغرب، وان هناك بعض العصابات اقول ليست افراد وانما عصابات تنشط في هذا المجال يعني تاخذ يعني تشكل منه دخل مادي مهم جدا، حيث أنه بعض العصابات حتى أنها تكتري شقاق وحواسيب وتقنيات متقدمة من أجل إيقاع الضحايا. فكل هذا راجع للشيء الأساسي هو أنه غياب الثقافة المعلوماتية لدى المواطن المغربي، ما يجعل أنه يكون يعني ضحية سهلة للوقوع في شباك هؤلاء المجرمين. يعني استنتجوا على أنه الفرق غالبا قد يكون لدى الشخص فراغ عاطفي او يعني فراغ زمني ما يجعله انه يقع ضحيه هؤلاء المبتزين. من جهه اخرى يعني عندما اقول على ان حتى الفراغ الزمني والعاطفي فما كنقولهاش من فراغ، لانه مثلا اعطيك وغادي تقدر تضحك هذه المساله على انه في كاس العالم ما بقاش الابتزاز قلل بزاف لدرجة أنه ما بقاش يوميا، يعني أصبحنا نعالج يمكن قضية أو قضيتين من طيلة الأسبوع، ولكن بمجرد أقول لك بمجرد صافرة نهاية كأس العالم إلا وأن بعد يوم واحد تتهافت علينا اتصالات بخصوص الابتزاز الرقمي. فيمكن هذا الشيء واش راجع الفراغ الناس ما كيسالي الخدمة ولا كيكون نهار ما خدامش، يعني كيكون ديما التليفون قدامو، يعني كيلقى راسو انه كيدخل في محادثات وكيكون سهل حتى نفسيا سهل انه يتم الاستقطاب ديالو والابتزاز ديالو. كما قلت ممكن لانه مع كاس العالم اللي كان الناس مشغولين مع الماتشات ومشغولين هذا لاحظنا ان الابتزاز قل بزاف واحد الوتيرة اللي هي غير مطلوبة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.